أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك بأن عناصر من داعش الإرهابي اختطفوا مختار قرية وقاموا بإعدامه رميا بالرصاص جنوب غربي المحافظة. وقال المصدر أن مجموعة من الإرهابيين اقتحموا في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء قرية كنعان بناحية الرياض واختطفوا مختار القرية المدعو محجوب خلف، مبينا أن الإرهابيين قاموا بإعدامه رميا بالرصاص.